بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم، نواصلوا في استقبال ضيوفنا. نمشيو لبيجا حاليا، معنا السيد محمد الفرشيش الكاتب العام للاولمبي لبيجي. نحكيو على حقيقه بواف شي صابت بكوفيد 19 في الاولمبي لبيجي، شنو هي التفاصيل، شكون الملاعبيه، شكون مستاف اللي وقع كشاف انه العينه نتاعو كانت ايجابيه. سي محمد اهلا بك. مرحبا سيم، مرحبا مستمعيك في كاس. شنو احوالك؟ لاباس؟ الحمد لله، والله الحمد لله. الحمد لله. به لو كان تعطينا تفاصيل اكثر على الحاله في الاولمبي البيجي بالنسبه للملاعبيه ستاف، شنو هو بالضبط وكيف صارت العمليه نتاع الاصابه؟ والله عندنا يعني اصابه 30 اصابه بين لاعبين واطار فني واداري. بدات الاصابات باربع لاعبين حسب اعراض، قمنا بالتحاليل اللازمه، بعد ذلك اكتشفنا اللي هما عند بوست تيست بوزيتيف بالنسبه لكوفيد 19. كملنا بقيت الوفد موجود في عند راه، وتصح اللي فما 27 اصابه ما بين اللاعبين وثلاث اصابات بين اطار فني واطار اداري. اي شو وينهم في الكونفينمون توا الكل؟ لا هما خليناهم في النزل اللي قمنا به في طرابلس، هما في كونفينمون اللاعبين الاطار الفني والاداري. بس اثر شويه هذا على التحضيرات؟ اكيد اكيد. في تاثير كبير على التحضيرات، لانك تعرف اسلام اللي صحه اللاعبين والاطار الفني والتبي والاداري اكثر من التحضيرات. ان شاء الله نحاولوا نداركوا اللي فاتنا، وان شاء الله نعاود نبرمجوا تحذيرات جديده ان شاء الله. وان شاء الله جامعه توصيك وتخدم تاخذ بعين الاعتبار الاصابات هذه. كيفاش؟ يعني احنا براتيكمون توا التحذيرات مش نعاودوا زيرو اللي عملناه الكل من 17 اوت، معناها توا بالكونفينمون هذا اللي مش يصير، دونك فما 15 جور موا اللاعبين ما فماش انترامون، فما حتى شيء. باش تحكيو مع الجامعه شنو ناويين تعملوا؟ اكيد اكيد. ولا ديجا حكيتوا ولا شنو؟ المدير واحنا في اجتماع متواصل نتبعوا في الازمه هذه، نسميها ازمه، ودونك اكيد بصراحه الجامعه توفيق القدم باش نشوفوا. بون هي مشكوره تكفلت بالاقامه نتاع لاعبين في النزل، ونشوفوا توا بالنسبه لبدايه الموسم كيفاش باش تكون. نجم نشوف الموسم تأجل، نشوف مقابلتكم انتم الاولى في البطوله. نشوف الموسم تأجل ولا مقابلتنا الاولى أجل، احنا والجامعة توفي كيفاش نتعاملوا معها تتعامل معنا في تو. ظهر لي حتى مستقبل الجيش كان معنا تو ننتقل رسمي مهدي بطبوط، كيف كيف ظهر لي ما شفتوش التعادل؟ نتمنى صارت عدوى وهذه مش تأثر على مستقبل الجيش، وعلى يعني لازم نشوفوا حل جذري للحكاية هذه، معناها مش فايدة في نبداو الموسم وفما فرق تو. احنا مستقبل الجيش تمام، ولا زوج فرق اللي ما قلناش انا في بطاله كرويه من شهر مارس، سوف البارتي احنا مع بوزيد هما بارتي مع قوات القفصه، ما عملناش مقابلات شيء عكس بقيه فرق تاع الرابطه الاولى كانوا بي كومبيتيتيف. معناها لو كان طمنا على الصحه نتاعهم، حياتهم مستقره؟ والله والله اسلام الحاله مستقره ولا باس، فمش اراس كريمو شوف كلتي جوار عندهم حاسه الشم وتذوق شويه، لكن ما فماش حتى اعراض خطيره ولا مقلقه للاعبين ولا الاطار الفني ولا الاطار الاداري. فهمتك. شو احكي شويه على تحضيرات الفريق الموسم القادم، الانتدابات كيف كيف، هل بديتوا تجيبوا من لاعبيه؟ بدينا نجيبوا من لاعبيه. اخر صفقات مراد الهذلي هكا؟ مراد الهذلي عمل عقد بوده موسم. حاولتوا له وجهته ظهر لي كان ماشي المستير في اخر لحظه قلنا له نبي الباشي. ما حاولناش وجهته، احنا قاعدين معاه في كونتاكت من عندنا مده، لكن كانت عنده التزامات مع اتحاد التوين، احترمنا اتحاد التوين لانها كانت تتنافس على تفادي النزول، وبعد ما كمل الموسم تاعه بدينا المفاوضات والحمد لله ما خذتش برشا وقت، وكان معنا مراد ان شاء الله موفق معنا. مازال فما تعزيزات في الايامات القادمه ان شاء الله؟ اكيد اكيد، احنا عندنا الازمه هذه ولكن اونتر تو قاعدين نخدموا على الانتداب. اي اعطينا حويجه اش فماش ما فماش؟ والله ان شاء الله فماش حاجه رسمي ما نجمش نعطيك، وبعد كده ما يصيرش ان شاء الله حاجه رسمي نعطيكم. اللي تحكيوا معاهم قاعدين ما يصيرش، تنجم تصير تنجم ما تصيرش معناها؟ اي فما جوار تحكي معهم اكيد. اللي هما شكون؟ ان شاء الله تكلمني غدوه بعد غدوه نعطيك ان شاء الله. باهي سي نور ميساج اعطينا حتى لي بوست اللي حاجتكم بهم، ميساج حاجتكم بهم كوتش شيء كمان. انا عندنا وسط الميدان وعندنا في الدفاع وفي الهجوم، يعني براتيكمون كومبارتيمون كومبارتيمون. ركحت شويه الاجواء في بيجا خاطر كان شويه متشنجه شويه خاصه في المقابله الوديه مع الجيش؟ اكيد احنا متفاهمين اسامي الجمهور متفاهمين وعاد الحق، هو الجمهور ما تعطش باش يرجع للرابطه الاولى وما يحبش يصير له كيما قبل نطلع ونرجع للرابطه الثانيه، احنا متفاهمين الجمهور نتاعنا وان شاء الله احنا
قدرة باللي صار قبل ما عاش يتعاود، وإن شاء الله تكون انتدابات قائمة وتحضيرات قائمة، وإن شاء الله وجه الأولمبي باجي تكون في وجه باهي إن شاء الله. فما كلام انه فما اطراف محسوبه حتى على الاولمبي بيجي، ماهوش ماهيش الحكايه معناتها كانت بصفه اعتباطيه، كانت فما شكون وراي حرك فيها، صحيح هذا الكلام هذا؟ ما احنا ما نتبعش الكلام هذا برشا، احنا ما نجمش ننفي ولا نقول لك هي ما ما ما, ما 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 احنا ما نمشيش في الكلام هذا، احنا عندنا واقع على الميدان، عندنا تحذيرات نقوموا بها، الجمهور من حقه باش يتغش على جمعيته اكيد، لكن زاد يكون متهم شويه للجمعيه في تحذيرات. ومقابله وديه ما رسمها هي مقابله تجريبيه جربوا فيها اللاعبين، دونك مش هي مقياس باش نقيموا بها مردود المجموعه. هي ما فهم الكلام هذا وفهمت على شكون نحكي. واضح. الضحكة الضحكة فهمت منها كل شيء، إجابة ديجا في حد ذاته. يعطيك الصحة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا. بارك الله فيك، وعندي كلمة أخرى بالله. تفضل. نحب نشكر الملاعبية والإطار الفني والإداري الموجودين في عند رهب، ونشكرهم على الصبر بتاعهم، لأنهم هما في ما تعرف سلام في آخر التربص، وكانوا مروحين لديارهم ولقاو رواحهم في كونفينمون مش في بيوت وحدهم. دونك نشكرهم، نشكر زاد اداره النزل، ونشكر جامعه توفيق كره القدم اللي هي تكفلت بالاقامه نتاعنا في عين درهم. ونشكرك انت، يعطيك الصحه على كل التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص وضعيه الملاعبيه نتاع الاولمبي البيجي. ان شاء الله لاباس للناس الكل في الاولمبي البيجي. هكا نوصلوا لاخر فاير بلاي اليوم، ان شاء الله نتقابلوا غدوه مع زميل انس السحباني في نفس الموعد، ما ساعتين حتى ما بدات نص، احنا موعدنا نهار الاربعاء كيف كيف في نفس التوقيت ان شاء الله. شكرا فدوى الدريدي في الاعداد، احمد بالخوجه في الاخراج، والناصر وادم اللي كانوا الامن واللايف ستريمينج على الباج فيسبوك. اجمل تحيات اسلام المتب.